مرحبا بكم أعزائي التلاميذ سنة ثالثة ثانوي في قناة فيزياء 1-2-3 ثانوي في حصة جديدة من الوحدة الثانية تطور جملة ميكانيكية لنحل أحد التمارين الرائعة حول حركة الأقمار الاصطناعية. أكيد عزيزي التلميذ تلاقيت بتمارين وين يقول لك المدار الأدنى المدار الأقصى إلى آخره. في هذا التمرين سنتعرف على كيفية وضع قمر اصطناعي معين في مداره وما معنى المدار الأقصى وما معنى المدار الأدنى. فقط تابعوا الفيديو للأخير. ها هو إذن أمامكم التمرين الذي سنحله. دائما أؤكد على ضرورة المحاولة. أول خطوة هي قراءة التمرين بتأني وبتمعن من البداية حتى النهاية، لكن أنا سأقرأ لكم الجزء الأول ونستخلص المعطيات لأنني سبق وأن قرأت كامل التمرين، فمستحيل نجي ندير لكم تمرين لم أقرأه ولم أقرأ الأسئلة. نشوفوا هل هو مناسب، هل هو مختلف عن التمارين التي نشرتها سابقا. بيان سور اختيار التمارين مهم جدا، قلت لكم لازم تكون متنوعة دور تحمل أفكار مختلفة عن كل تمرين، يجب أن يحمل أفكار جديدة كي تحلو هذه التمارين. بصح أنا ندير عليكم هذا الشيء، نخير لكم هذه التمارين المختلفة، ما عليكم إلا المتابعة وإن أمكن تشجيعي بالاشتراك والضغط على الجيم في كل مرة وكتابة تعليق محفز لما لا. نشكر الجميع. كما يقوله التمرين إن تموضع القمر على مداره يمر بمرحلتين. نبدأ بالمرحلة الأولى، ماذا يحدث فيها؟ يوضع القمر الاصطناعي S في مدار دائري أدنى، هذا الصغير، هذا ها المدار هذا، حيث يخضع لقوة جذب الأرض فقط ويدور حولها بسرعة ثابتة VS على ارتفاع منخفض. في هذا التمرين هذا القمر الاصطناعي يدور حول الأرض، أي هذا كوكب الأرض، وها هو المدار الأدنى، يعني القمر الاصطناعي يدور وفق هذا المدار الأدنى في المرحلة الأولى. سأكتب الآن المعطيات الأخرى وننتقل للإجابة على الأسئلة. ما هو المرجع المناسب لدراسة حركة القمر الاصطناعي S هذا؟ بما أنه يدور حول الأرض فالمرجع المناسب هو المرجع الجيومركزي ولا المركزي الأرضي، الجيومركزي. السؤال الثاني، مثل على شكل مناسب الأرض والقمر ومثل عليه القوى التي تؤثر بها الأرض على القمر S. ها هي الأرض T والقمر مثله في موضع معين، ها هو القمر S وبقية القوى المؤثرة التي تؤثر بها الأرض على القمر قيل لنا يخضع لقوة جذب الأرض فقط، معناه قوة واحدة. أبدأ بتعيين مركز الأرض، بعد نشد المسطرة تاعي بحيث القلم هكذا يمر هكذا من القمر ومركز الأرض، وأمثلها بشعاع يتجه نحو مركز الأرض هكذا، أسميه F دو تي على S، ندير شعاع. ها هي مثلت كل ما طلب مني في السؤال الثاني. السؤال الثالث يقول بالاستعانة بقانون الجذب العام والقانون الثاني لنيوتن أوجد عبارة تسارع القمر الاصطناعي S بدلالة كل من كتلة الأرض ثابت الجذب العام نصف قطر الأرض والارتفاع H الذي هو ارتفاع القمر عن سطح الأرض. دكتور، إذا بالقانون الثاني لنيوتن سأكتب الخطوات الجملة المدروسة مع المرجع. طبعا الجملة المدروسة هي القمر الاصطناعي S لأنه طلب تسارع القمر الاصطناعي S، المرجع جيومركزي، نضيف المعتبر غاليلي، ثم نكتب بتطبيق القانون الثاني لنيوتن الذي يقول مجموع القوى الخارجية المؤثرة على هذا القمر ولا مركز عطلته تساوي إلى MS في تسارع مركز عطلته AG، وقيل لنا بأن القمر يخضع لقوة جذب الأرض فقط، إذا مجموع القوى هذه يقتصر على قوة واحدة هي F دو تي سور S يساوي MS في AG.
وانا المطلوب مني هي عباره اجي داكو. ثم الخطوه المواليه كيفاش ديروا؟ ديروا بالاسقاط ولا باسقاط العلاقه الشعاعيه وفق المحور النظمي. من بعد اول شيء تروحوا للشكل وتمثلون الناظم كيف ذلك. هكذا ضعوا المسطره على القمر الناظم يمر من مركز الارض وديروا هكذا بنقاط متقطعه ولا مستقيم هكذا الجهه وسموه ان ناظم ولا لا نورمال. اف دو تي سور اس حاملها منطبق على الناظم وهما في نفس الجهه، اذا ديريكتومون ندير اف دو تي سور اس ناحي الشعاع يساوي الى ام اس و ا جي وفق الناظم هو التسارع الناظمي الذي نرمز له ب ا ان داكو. ثم نحن الان سنبحث عن ماذا؟ سنبحث عن ا ان ماذا يساوي داكو، التسارع الناظمي الذي يساوي، ثم ساشرح لكم الذي يساوي الى اف دو تي سور اس قسمة ام اس. ثم بالاستعانة بقانون الجذب العام، قانون الجذب العام يعطي لي عبارة اف دو تي سور اس. حسب قانون الجذب العام اف دو تي سور اس ماذا تساوي؟ كما تعرفون تساوي الى جي في ام اس في ام تي قسمة ار مربع. هذا واضح، اذا سنعوض هنا منه ان يساوي الى كل هذا جي في ام اس في ام تي قسمة ار اس 2 كل هذا قسمة ام اس يختزل ام اس. نجد التسارع الناظمي يساوي الى ماذا؟ جي في ام تي قسمة ار. الان ار هذا قلنا يمثل ماذا؟ ار هذا يمثل نصف قطر المسار الدائري من مركز الارض حتى القمر، وهذا الطول ماذا يمثل؟ هذا من مركز الارض حتى سطحها هذا هو ار تي، تلاحظون هذا ار تي. ثم من سطح الارض حتى القمر هو الارتفاع اش، هذا اش داكو. اذا ار هذا اعوضه بماذا؟ اعوضه ب ار تي بلس اش. اذا التسارع الناظمي ان ماذا يساوي؟ جي في ام تي قسمة ار تي بلس اش داكو. هذا التسارع الناظمي بما ان حركة القمر اس دائرية منتظمة، ومن قال لنا هذا؟ لاحظوا هنا قيل لنا يخضع لقوة جذب الأرض فقط ويدور، يعني المسار دائري حولها بسرعة ثابتة، يدور بسرعة ثابتة، إذا الحركة دائرية منتظمة. ماذا يحدث؟ فإن التسارع أ يساوي إلى التسارع الناظمي، فإن تسارع هذه الحركة ناظمي. إذا ديريكتومون ستكتبون أن أ يساوي إلى أن ويساوي إلى جي في أم تي قسمة أر تي بلس أش مربع داكو. هكذا وتكونون قد أجبتم على السؤال كتابة أ التسارع أ بدلالة المقادير المطلوبة جي أم تي أر تي وأش. رابعا باستعمال التحليل البعدي أوجد وحدة ثابت الجذب العام جي في نظام الدولي اس اي. بالمناسبة أعزائي التلاميذ درت لكم درس التحليل البعدي تجدونه في البلاي ليست الوحدة الثانية تطور جملة ميكانيكية لمن أراد مشاهدته لمراجعة درس تحليل الأبعاد. أول شيء في التحليل البعدي هو استخراج عبارة المقدار الذي سأجد وحدته في النظام اس اي، يعني قيل لي التحليل البعدي لجي استخرج عبارته هنا طبعا باستعمال هذه العلاقة داكو. ا يساوي الى جي في ام تي
قسمت ار تي بلس اش هذا اسني. لكن انصحكم اعزائي التلاميذ كي يكون هكذا تحليل بعدي ارجعوه كما كان، احسن اسهل يعني ابسط. ار مربع نفس الكتابة نفس الشيء. من هنا سأستخرج عبارة جي. جي ماذا يساوي؟ هذا الجدار ا في ار اس 2 قسمة ام تي. دكور، هذه عبارة جي. ثم آتي وأكتب بعد جي، يعني نديره هكذا بين عارضتين. بعد جي يساوي ماذا؟ بعد البسط وهو جداء، يعني بعد أ في بعد إر أس 2، هكذا بعد أ في بعد إر الكل أس 2، دكور، قسمة بعد إم تي. ثم سأبدأ ببعد أ، لاحظوا أ وحدته متر على الثانية مربع، أو متر في الثانية أس ناقص 2، وهي وحدات أساسية. يعني من هنا نستنتج أن بعد أ بماذا ستعوضونه من اليوم فصاعدا؟ تعوضونه ب هذا متر يعني وحدة الطول، وبعد الطول نرمز له ب ال ماجوسكول، داكو، في سكوند هي وحدة الزمن، وبعد الزمن نرمز له ب تي ماجوسكول. إذا أ نعوضه ب ال تي ال في تي أس ناقص 2. إذا آتي هنا وأعوض بعد أ هو ال في تي أس ناقص 2 في الآن بعد إر. إر هو ماذا؟ إر هو كذلك طول، يعني بعد إر هو ال بيان سور مع الأس 2 هذا، داكور، قسمة الآن بعد ام تي بعد الكتلة نرمز له ب ام ماجوسكول، داكو. هذا طبعا هنا ال مع يساوي ماذا؟ ال في ال اس 2 يساوي ال اس 3 في الان هنا ام اس ناقص 1، نطلعوا للبسط في تي اس ناقص 2، او ال أس 3 في تي أس ناقص 2 ومن بعد نطلع ال، كذا نفس الشيء. إذا الآن هذا يسمى ببعد جي، هذا وهذا بعد جي، باسكو دي فوا بكالوريا 2022 طلب منهم أوجد بعد جي، يعني ستتوقف هنا. هنا قيل لنا أوجد الوحدة، يعني سأواصل وحدة جي في النظام الدولي اس اي. هي الآن الوحدة الدولية للطول هي المتر، إذا الأس 3 يعني متر أس 3 في الوحدة الدولية هي للكتلة هي الكيلوغرام، هنا عندي أم أس ناقص 1، إذا كيلوغرام أس ناقص 1، الزمن ثانية أس ناقص 2، ها هي إذا وحدة جي في النظام الدولي للوحدات، داكو. قلت لكم روحوا شاهدوا الفيديو ستستفيدون منه كثيرا الخاص بتحليل الأبعاد. السؤال الخامس، أوجد عبارة السرعة المدارية فيتيس أوربيتال للقمر الاصطناعي ثم أحسب قيمتها على المدار الدائري الأدنى. سنجد فيتيس أوربيتال دائما باستعمال التسارع الناظم. تذكروا ماذا كتبنا في السؤال الخاص بالتسارع، كتبنا أن أ يساوي إلى التسارع الناظمي لأن الحركة الدائرية منتظمة، ويساوي إلى هذه العبارة جي في ام تي قسمة ار تي بلس اش هذا مربع. ثم تذكروا كذلك أن التسارع الناظمي عبارته هي في مربع يعني فيتيس اوربيتال السرعة المدارية قسمة نصف قطر المسار الدائري R، و R قلنا يساوي ماذا؟ RT بلس H، داكو، أعوض AN ب RT بلس H، هذا التسارع الناظمي يساوي إلى كل هذا G في MT قسمة RT
بلس اش مربع. ونحن نبحث عن عبارة في، سأمسح ونواصل. إذا يختزل ارتي مع الاش مع هذا الأس 2، يبقى لدينا فيتاس اوربيتال تساوي إلى ماذا؟ بيان سور مربع هنا جي في ام تي قسمة ار تي بلس اش. داكوغ؟ إذا في ماذا تساوي؟ في تساوي إذا جذر جي في ام تي قسمة ار تي بلس اش. إذا هذه هي عبارة السرعة المدارية لا فيتيس اوربيتال كما رمز لها، هي هذه. الآن قيمتها تطبيق العددي في تساوي جذر جي أعطي لنا 6.67 في 10 أس ناقص 11 في ام تي 6 في 10 أس 24 هي بالكيلوغرام قسمة ار تي. ار تي هنا 6400 بالكيلومتر، يجب أن يحول إلى المتر. دونك 6400 في 10 أس 3 زائد الارتفاع اش، لاحظوا ارتفاع اش كذلك بالكيلومتر، إذا 800 × 10^3 يحول إلى المتر. لما أحسب كل هذا، أو إن أردتم أولا أعزائي التلاميذ تقدروا تبسطوا شوية القوى باش يسهل لكم الحساب. 6.67 في 6، الآن 10 أس ناقص 11 مع 10 أس 24 هو 10 أس 13 في 10 أس 13 قسمة 6400 زائد 800، هذا كله في 10 أس 3، يعني أستخرج 10 أس 3 كعامل مشترك. هذا ماذا يساوي؟ جذر 6.67 في 6 قسمة 6400 + 800. دونك يطلع 10 أس 3 هنا يولي 10 أس ناقص 3، يعني كل هذا في 10 أس 10. داكوغ؟ نجد لا فيتيس اوربيتال تساوي، هنا ديروا مليح مليح بالكم عند الحساب باسكو لا ماجوريتي دي زيلاف يخطئون في هذه العمليات الحسابية. إذا تأكدوا من صحة النتيجة على الأقل مرتين. نجد 6,7455.42 متر على الثانية. إذا هذه هي سرعة القمر الاصطناعي على المدار الأدنى، يعني على هذا المدار. بون سأشرح لكم قمت بماذا الآن. كتبت عبارة السرعة المدارية هنا، سنحتاجها فيما بعد، وكتبت قيمتها، ثم مسحت نص المرحلة الأولى وكتبنا نص المرحلة الثانية. سأمسح ونقرأ مع بعض المرحلة الثانية. إذا قيل لنا عندما يصبح القمر على مداره الأدنى، الآن القمر هو على المدار الأدنى، يتم نقله إلى المدار النهائي مداره على ارتفاع، الآن مدار النهائي هو هذا الكبير اش فتحة 25,000 كيلومتر، بالعبور على مدار انتقالي، معناه قبل أن يصل إلى هذا المدار النهائي يمر عبر مدار انتقالي هو مدار إهليليجي. القمر الآن هذا يدور في نفس جهة دوران الأرض حول محورها ويدور في مستوى خط الاستواء. والسؤال الأول يقول على المدار الإهليليجي عين الأوج A نقطة الحاضر P ومثل عليهما كيفيا شعاع السرعة. إذا ها هو المدار الإهليليجي وها هي الأرض، هنا الأرض تقع في أحد المحرقين، هذا واضح. والآن دير هكذا، ها دير هكذا، هذا هو الذي سميناه بالمحور الكبير. داكوغ؟ إذا الآن الحظير أين هو؟ هي النقطة الأقرب إلى الأرض، ها هو، ها هو كوكب الأرض، ها هو الحظير. إذا هذه
بي. ثم النقطة الأبعد من الأرض هي الأوج ا. دكور. ثم الآن شعاع السرعة في الأوج والحظير، أول شيء أعينه جهة دوران القمر، قيل لنا القمر يدور في نفس جهة دوران الأرض حول محورها، والأرض تدور حول محورها في هذا الاتجاه. إذا أنا سأمثل شعاع السرعة اللحظية، أعرف أن كلما اقتربنا من الأرض ستكون السرعة كبيرة لكي لا يبتلع الأرض القمر الاصطناعي. إذا نمثلها طبعا في جهة الحركة بهذا الشكل، دونك نكبروا شوية الشعاع باسكو هنا السرعة تكون أعظمية. الآن سنمثل السرعة في الحضيض، طبعا الجهة هي نفس جهة الحركة، معناه الشعاع سيكون هكذا، مماسي والطول سيكون أقصر. السؤال الثاني، عين الموضع الذي تكون فيها السرعة أصغرية ثم أحسب قيمتها عندئذ. الآن الموضع الذي تكون فيه السرعة أعظمية نكتب تكون السرعة، يعني سرعة القمر، أحسن سرعة القمر بما أننا ندرس حركة القمر، القمر S أعظمية في نقطة الحضيض وتكون أصغرية في النقطة الأبعد إلى الأرض يعني الأوج. تمثل سرعة القمر في هذا الموضع، ونحن عبارة سرعة القمر وجدناها جذر جي في ام تي قسمة ار تي. الآن في هذا الموضع، لاحظوا هذا الموضع، هل اسكن دير اش؟ الآن هذا المدار الذي سمي بالمدار النهائي، ما نديرش الارتفاع للمدار الأدنى، خلاص الآن أنا في المدار النهائي، والارتفاع أعطي لنا ب اش فتحة، سمي اش فتحة وقيمته 27 كيلومتر، يختلف عن اش، داكور. إذا تطبيق عددي تساوي إلى جي، دونك 6.67 في 10^-11 في ام تي 6 × 10^-24 قسمة ار تي 6400، دائما يحول إلى المتر، دونك في 10^3 زائد اش فتحة 25000، وأعطي كذلك بالكيلومتر، نحوله إلى المتر في 10^3، هكذا أحسب القيمة وأجدها تساوي 3570.04 متر على الثانية. هي قيمة سرعة القمر عند الأوج. السؤال الثالث، ماذا يمثل البعد AT؟ عبر عنه بدلالة RT H و H فتحة ثم أحسب قيمته. هذا البعد AT يمثل ماذا؟ AT كما تلاحظون هو طول المحور الكبير للمدار الإهليلي ولا للإهليلي ديريكتومون، داكوغ؟ يعني كما سميناه في الدرس دوزا، طول المحور الكبير. ثم قيل لنا عبر عنه بدلالة RTH و HFT. أبي ماذا يساوي؟ لاحظوا جيدا، لو نجزئ هكذا، لاحظوا أبي ماذا يساوي؟ من هنا حتى هنا ماذا يساوي؟ هذا ماذا يمثل؟ هذا يمثل اش، دونك ارتفاع القمر عن سطح الارض لما كان في المدار الادنى، داكوغ؟ اذا يساوي الى اش. الان من هنا حتى هنا هذا قطر الارض، يعني 2 ار تي 2 في نصف القطر، زائد ماذا؟ الان المسافة بين سطح الارض وهنا الحضيض يعني المدار النهائي، هذا يمثل الارتفاع اش فتحة، ارتفاع القمر عن سطح الأرض لما يكون في المدار النهائي، يعني كل هذا هو اش فتحة. إذا ها هي عبارة أبي، الآن نحسبه، دونك اش كان 800 كيلومتر زائد، نخليها كذا بالكيلومتر،
زائد 2 في نصف القطر 6400 كيلومتر كذلك، زائد الآن اش فتحة 25000 كيلومتر. سنجد إذا طول المحور الكبير للمدار الإهليليجي يساوي 38600 كيلومتر. هنا فقط طلب منا حساب هذا الطول، لهذا لم أحول إلى المتر، ماشي كما يطلب منكم حساب السرعة حساب الدور، هذا طول فقط. السؤال الرابع، ذكر بنص القانون الثالث لكيبلر ثم استعمله لحساب دور القمر أس على المدار النهائي. سأكتب نص القانون الثالث لكيبلر أولا. مربع الدور تي لكوكب خلال حركته حول الشمس يتناسب طردا مع مكعب البعد المتوسط بين الكوكب والشمس، ونكتب العلاقة تي مربع الدور مربع على أ نصف طول المحور الكبير أس 3 يساوي إلى ك أ يساوي عدد ثالث. الآن إن لم تعرف عزيزي التلميذ أو لم تتذكر في البكالوريا هذا التعريف، اكتب لهم هذه العلاقة باسكو نقطناها ديجا في الباك، علامة كاملة على العلاقة بدون تعريف، لكن أحسن لما يقول ذكر بنص اكتب له النص، ما سي تو نا با لو شوا دير العلاقة. ثم الجزء الثاني من السؤال الرابع، حساب دور القمر اس على المدار النهائي. دكو الآن كيف سنستغل القانون الثالث لكيبلر؟ لاحظوا هنا ديجا العلاقة، مدام المدار دونك النهائي ولا مدار القمر هنا عبارة عن مدار ولا مسار دائري، إذا نكتب في المسار الدائري كيف تصبح هذه العلاقة؟ في المسار الدائري ت مربع قسمة الآن نصف طول المحور الكبير بالنسبة للإهليليج بالنسبة للمسار الدائري هو نصف قطر مسار الدائري. إذا الآن هذه العلاقة دور القمر مربع قسمة نصف قطر المسار الدائري يساوي إلى عدد ثابت، هذه العلاقة الآن صالحة لي بالنسبة، لاحظوا هنا بالنسبة لكل قمر اصطناعي اس واحد، بالنسبة لقمر اس اثنين، لكل قمر اصطناعي يدور حول الأرض في حركة دائرية منتظمة، وصالحة كذلك بالنسبة لأي قمر، مثلا هنا قمر واحد دونك لا يغير دونك يتغير مداره، كذلك صالح العلاقة حيث تي في المدار الأدنى تي أس 2 قسمة إر نصف قطر المدار الأدنى أس 3 يساوي إلى ك، و تي في المدار الأقصى ولا النهائي تي فينال مربع قسمة إر فينال مكعب يساوي إلى ك، حيث يساويان إلى نفس الثابت ك، هل هذا واضح؟ إذا العلاقة هذه أستطيع أن أكتبها كيف؟ تي دور القمر في المدار النهائي، المدار النهائي أرمز له فقط بفينال أس 2 قسمة نصف قطر المدار النهائي للقمر أي إر فينال أس 3 يساوي إلى ثابت ك. ونحن سنبدأ أولا بكتابة عبارة دور القمر بصفة عامة، عبارة دور القمر إس، طبعا القمر الاصطناعي تاعنا إس إلى ماذا تساوي؟ لدينا الدور يساوي إلى 2πr قسمة السرعة، يعني هذه سرعة القمر إس، داكوغ؟ ثم أول شيء نقوم به نقوم بتربيع الخطوات التي شرحتها في الدرس، تربيع الدور يساوي إلى هذا كذلك مربع 4πkare في r أس 2 قسمة v أس 2. تذكروا أن عبارة سرعة القمر لا فيتيس اوربيتال تساوي إلى g جذر g في mt قسمة r بصفة عامة، داكوغ؟ إذا v مربع يساوي ماذا؟ في مربع هكذا ندير هكذا ويروح الجذر، داكوغ؟ نعوض هنا، سأمسح أحسن، منه تي مربع هكذا يساوي ماذا؟ 4 في كاري
في إير كارب قسمة السرعة أس 2 التي تساوي إلى جي في أم تي قسمة إير. هذا يساوي ماذا؟ 4 بي كاري في إير كاري في مقلوب الكسر هذا إير، هذا إير وليس بي إير، هذا تاني إير قسمة جي في أم تي. داكو، تصبح إذا عبارة الدور مربع تساوي 4 بي كاري R أس 2 في R يعني في R أس 3 هذا كله في G M T. إذا سأكتبه على هذا الشكل القانون الثالث لكيبلر، هذا آتي به إلى هنا T مربع قسمة R أس 3 ماذا سيبقى؟ سيبقى 2 فوا بي كاري، عفوا 4 فوا بي كاري، 4 بي كاري قسمة جي في ام تي. هل الآن قانون كيبلر الثالث محقق؟ لاحظوا، هل صحيح أن الدور مربع على ار اس 3 يساوي عدد ثابت؟ سنرى، 4 عدد ثابت، بي هو 3.14 عدد ثابت، جي ثابت الجذب العام عدد ثابت، وام تي كتلة الأرض عدد ثابت، إذا هذا يساوي إلى عدد ثابت الذي رمز له بي ك. داكوغ، نواصل كيف؟ ثم الآن تذكروا هدفنا هو حساب الدورة، نستطيع إيجاد هذا الثابت ك، كما نستطيع إيجاد العلاقة، دونك من العلاقة هذه نعوض إر بي نصف طول المدار النهائي. كما تريدون، سنجد إن أردتم قيمة هذا الثابت ك ماذا يساوي، هنا ك يساوي إلى ماذا؟ 4 بي كاري قسمة جي في أم تي، داكوغ؟ إذا 4 في 3.14 مربع قسمة 6.67 في 10 أس ناقص 11 في كتلة الأرض 6 في 10 أس 24، نجد ك يساوي 0. هكذا 985 في 10 أس ناقص 13 وحدته أس إي في جملة الوحدات الدولية، هذه لا تهمنا. إذا ديراكتومون يكون لدينا تي مربع قسمة إر أس 3 يساوي إلى هذا العدد 0.985 في 10 أس ناقص 13. الآن هذه العلاقة في الحالة العامة يعني محققة في المدار الأدنى والمدار الأقصى، بصح نحن نبحث عن الدور في المدار النهائي، دونك في المدار النهائي إن سميناه تي فينال سيكون لدينا تي فينال أس 2 على إر فينال أس 3 تساوي هذا العدد في 10 أس ناقص 13، إذا ديراكتومون تي فينال أس 2 يساوي إلى 0.985 × 10⁻³ في R فينال أس 3. لكن R فينال هذا المدار نصف قطر المدار النهائي هو، لاحظوا، من مركز الأرض حتى هذه النقطة، يعني R T plus H فتحة، هو R T plus H فتحة، داكوغ؟ يصبح إذن T فينال يساوي ماذا؟ ديراكتومون أعوض هنا إر فينال بما يساوي، وندير جذر أو ميم طون، دونك جذر 0.985 في 10 أس ناقص 13 في هذا، بيان سور ما تنساوش الأقواس، لا ما درتوش أقواس كارثة، إر تي النتيجة ستكون خاطئة، أش فتحة هنا أس 3، داكوغ؟ تطبيق عددي جذر هكذا جذر 0.985 في 10 أس ناقص 13 في إر تي سيميل 400 طبعا يحول إلى المتر في 10 أس 3 زائد أش فتحة 20 سميل كذلك يحول إلى المتر في 10 أس 3 كل هذا أس 3. نجد
هذا الدور في المدار النهائي يساوي 55222.06، طبعا هذا سكوند دكور داخل إطار. هذا هو دور القمر لما يدور على المدار النهائي. السؤال الخامس، هل القمر الاصطناعي اس جيو مستقر على الليل؟ لاحظوا اعزائي التلاميذ، القمر جيو مستقر لديه خصائص، يدور في نفس جهة دوران الارض حول نفسها، يدور في مستوى خط الاستواء، والشرطين هذين محققين، بقي فقط ان نتأكد من دوره، هل يساوي الى الدور اليومي للارض ام لا. دكور، والدور وجدناه هنا بلي سكوند، نحوله الى الساعات، اذا تي دونك في المدار النهائي يساوي الى 55222.06 قسمة 3600 ويساوي إلى 15.34 ساعة. إذا هنا تي في دونك تي دور القمر في المدار النهائي يختلف عن 24 ساعة، إذا القمر اس ليس جيو مستقر. على هذا الارتفاع القمر ليس جيو مستقر. والسؤال السادس يقول، حدد اش فتحة ارتفاع القمر اس باعتباره جيو مستقر. كما تعلمون اعزائي التلاميذ بان القمر كلما ابتعد عن الارض كلما زاد، دونك هاي الارض، القمر كلما ابتعد عن الارض كلما زاد ماذا؟ نصف قطر المسار الدائري. داكو، اي ازداد الارتفاع، باسكو نصف قطر الارض ثابت، اذا ماذا يزداد كلما ابتعدنا عن الارض؟ يزداد ارتفاع اش، وبالتالي قيمة الدور تزداد كذلك. داكو، اذا هنا بما ان الدور وجدناه 15 ساعة، يعني الاش فتحة يجب ان يكون اكبر من 25 ميل. هل هذا واضح؟ يجب ان يزداد الارتفاع لكي يزداد الدور. اتمنى ان تكونوا قد فهمتموني. اذا سنحسب هذا الارتفاع اش فتحة حتى يكون هذا القمر اس جيو مستقر. والان المعطيات هنا، اعتباره جيو مستقر، اذا تي دونك تي اس يساوي 24 ساعة. داكور، وانا ابحث عن اش واعرف ان اش موجود في عباره ار، اذا ار هو ار تي بلس اش بي، وانا ابحث طبعا عن اش فتحه، ساستعمل القانون الثالث لكيبلر الذي برهناه، وجدنا ان تي مربع قسمة R أس 3 يساوي إلى عدد ثابت ك، وحسبنا العدد الثابت كما تعرفون. إذا هنا R أس 3 ماذا يساوي؟ R أس 3 يساوي إلى T مربع قسمة هذا الثابت ك، أي R يساوي إلى راس تروازيام ل T مربع قسمة الثابت ك. في تطبيق العددي كيفاش ندير؟ لاحظوا هنا، اجد ار ثم اجد اش فتحه، او اعوض هذا. لاحظوا ار يساوي ار تي بلس اش فتحه، داكو، اعوضه هنا، ها يكون لدي ار تي بلس اش فتحه يساوي ماذا؟ الى جذر دونك ثلاثي تي مربع على ثابت ك، داكو. إذا اش فتحة ماذا سيساوي هنا؟ اش فتحة يساوي إلى هذا الجذر تي مربع سور ك ناقص ار تي. داكور، ها هي العلاقة التي سنجد بها الارتفاع في هذه الحالة. تطبيق عددي، نديرو فقط هنا اش فتحة عفوا يساوي إلى جذر طبعا هنا تروازيام تي مربع، الآن الدور 24 ساعة يحول إلى ثواني و3600، داكور، هذا مربع قسمة
ك وجدناه كم يساوي 0.985 في 10 أس ناقص 13، داكوغ؟ ناقص ار تي هنا 6400، لكن لما استعمل الوحدات الأساسية للحساب يعني هنا الدور بالسكوند ك كما وجدته سأجد الارتفاع هنا بالمتر، يعني هنا يجب أن أحول إلى المتر باش أجد أش فتحة بالمتر في 10 أس 3. لما أحسب كل هذا يساوي إلى، لاحظوا هذا العدد 35000، سأكتبه كاملا 181,857.68، هذا متر. ثم بالكيلومتر سيكون لدينا هذا أش فتحة يساوي إلى 35,181.86 كيلومتر. إذا ها هو الارتفاع الذي يجب أن يدور عليه هذا القمر لكي يكون جيو مستقر. هل هذا واضح؟ قلت لكم يجب أن يكون أكبر من 25000. هنا طبعا إن أردتم ديروا بالكتابة العلمية أنتم أحرار. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة اليوم أعزائي التلاميذ، نتمنى تكون أفادتكم. موعدي معكم في حصة أخرى، في أمان الله.